عليكم ابطال امير بروز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. والتحدي اليوم راح احاول اكل 5 كيلوات من كبسة الحمام. مثل ما تشوفون هاي الصينية الرهيبة من كبسة الحمام، سويناها بالبيت طبعا، جهزناها استونا وبعدها حارة. خلوني ادخل بهذا التحدي. مثل ما تشوفون 10 حمامات، كل حمامة وزنها 350 غرام، يعني 3 كيلوات ونص حمام وكيلو تمن ونص كيلو حشو، طبعا يصير المجموع 5 كيلوات. خلوني ادخل بدون ما اضيع اي وقت. سووا لايكات لهذا الفيديو وخلني نشوف شو راح تكون نتيجة هذا التحدي. واو، شوفوا هذا الحمام الفرنسي المحمر، صراحة كبسة رهيبة. الحمام شوفوا شوفوا، واو، تعالي يا حمامة، خلينا نجربه. شوفوا الفخذ ماله زقدوته. فتشي رهيب الطعم. واو، طعم خيالي يا ابطال. مثل ما جاي تشوفون هاي الحمامة. والصدر مالها شوفوا لونه قهوائي، يصير مو مثل صدر الدجاج ابيض. يعني صراحة تحدي صعب لأن الكمية كبيرة. هذا التمن وهاي المكسرات لوز وصنوبر ولوم بصرة. اكيد شوية هنا يعني طعمه بيه شوي اختلاف عن الدجاج، يعني طعمه احلى تحسه. بيه هواي اختلاف. هذا هنا زيتون راح استخدمه مقبلات. زيتون محشه ويا الحمام، فتشي رهيب يصير. الزيتون شوفوا شوفوا، يلا يا ابطال وينهم عشاق الزيتون؟ الزيتون المالح. قلنا هنا كم زيتونه، الشكل نزين بيها تزيين تكمل الوجبه بالكامل. خلوني ادخل بالتحدي، كافي استمتاع. واول حمامة انتهت. الوزن مالها يعني مثل فخذ الدجاجة. 350 غرام بسرعة تخلص، بس انه هواي 10. يصير الحمام دسم طبعا مثل ما جاي تشوفون، بيه كمية زيوت ودهون بس طعمه حلو. واو شوفوا، حمام فرنسي طبعا هذا، ويا شوي تمن من هنا تشوفون، وزيتونه بهاي الطريقة حار تمن الهندي البسمتي. مثل ما جاي تشوفون ما ظل بيها بس العظم، وهاي هنا جلد وشحم، بيها هواي شحم الحمامة. طبعا الحمام مخلوق لطيف يعني. ما ادري ليش يبيعونه وياكلونه. شوفوا الفخذ مالها. ايش قدوته.
muy bien como Salma, soy Antonio Bandera. Mi voz son las vidas, papi, en la ley. Con todas las rolas como... هاي الحمامة الثالثة. أنا طبعاً اشتريته كامل يعني جاهز للأكل، مو أنا مثلاً صدته أو مثلاً كان عدل وأنا ذبحته، لا يعني أول تالي هو مأكول مأكول، فقلت خل أسوي بيه تحدي. وأنا طبعاً ما أكل الحمام يعني، بس هذا شيء تحدي هو طلبوه من عندي سويته. يعني ما أكل الحمام لأن أعتبره مخلوق لطيف يعني، يعني خطيه واحد ياكله مثلا حمامه، بس ها شو تسوي له مذبوح وكامل. شوفوا كميه الزيوت اللي بيها، واو. جناحات الحمام كلش حلوه، بعدها حارة. هاي ثاني مرة أكل حمام بحياتي. مرة طبعا عزمني واحد مصري نا صديقي وسوالي حمام محشي قبل فترة طويلة، وهاي المرة الثانية. شوفوا الكمية ايش كبرها، قد ما جاي أكل ما جاي يبين، بس صراحة سويناها صح، بيها طعم هيل ودارسين اللي هي القرفة، نكهات متعددة والتوابل والبهارات. وهنا طبعا هذا السوب مالتي، شوفوا هالشون دسم، شوفوا باع الزيت هذا، هذا الحساء مالت الحمام مالت السلق مالت الماي. حسبالك طابخ لك مثلا باتشي او مثلا ما اعرف يعني لحم غنم ما ادري، يعني كلش دسم. وهاي طبعا قرفه مثل ما جاي تشوفون، قرفه كامله دارسين كامل ولومي بصره، يعني فد شي رهيب. جبتها عودك تساعدني بس بيها كميه زيوت هواي. الملوحه رهيبه مالتها. خلنا ناكل بالخاشوقه شوي حتى اللي يحبون الخاشوقه. هاي هنا عندي صاص حار اللي هي السراشة التايلندية، هم راح استخدمها. ممتاز، خلي شوي على الحمام. لحد الان كملت 5 حمامات طبعا مثل ما جاي تشوفون. وهاي الكمية المشكلة التمن هواي، ها التمن غدرت بيه طبعا، الكمية كلش كبيرة. ما ادري ايش قد مسويت اليوم رضا تمن. اوه الحمام ما شايل له حمل لان طعمه رهيب والحمامة صغيرة بسرعة تخلص، بس المشكلة تمن هواي. يلا يا طال هذا الفخذ، يلا حط عليه شوية سراتشا تايلندية يصير سبايسي. يلا فخذ حمام حار ذايب ذوب الحمام طبعا مستوي. لازم هالشكل يصير مثل ما جاي تشوفون، هذا الصدر مالها ينفتح ويتفسخ من الاستواء، لان الحمام شويه يريد له وقت اطول من الدجاج. لحم الصدر مالته ينبلع زين، مو مثل مال الدجاج وبقيه الطيور الديك الرومي، لا
شوفوها تنقى الدهن بقى. شوفوا كمية الزيوت اللي بيها، خصوصا هنا يم الركبة بيها وايد دهن. يلا يا ابطال، وينهم عشاق السبايسي وينجز؟ انا اسوي سبايسي هذا الجناح، اجنحة الحمام الحارة. يلا تفضلوا. وتقريبا خلصت الحمامة السادسة، باقي لي اربع حمامات وتمن كمية. التمن المشكلة، التمن الله. خل اسوي لكم هاي سبايسي حمامة، سبايسي حمامة. يلا وينهم عشاق الحمام الحار؟ افتح حلقك يا بطل، افتح حلقك يا بطل. حمامة فرنسية من اروع ما يكون، خل افترسها. التحدي بدأ يصير أصعب وأصعب، لأن كمية السعرات الحرارية كلش عالية بالحمام. وباقيت لي بس ثلاث حمامات، يعني هو الحمام ما ينشبع من عنده، بس انغدرت بالتمن. انتهيت. تمن كميته كلش كبيرة. انتهيت بعد ما اقدر. هذا حدي. وماشي بطريق للخسارة، وما محضر لي عقاب، بس يمكن راح أهلهل قدام الكاميرا إذا خسرت. هذا عقابي، لأن هواي أشوفها بالتعليقات، والعقاب تهلهل والعقاب تهلهل، مثلا نسوي فلان تحدي وإذا خسرت تهلهل. خلينا نشوف، يجوز أفوز يجوز أخسر. بعد ما اقدر يا ابطال، مثل ما تشوفون بقت لي بس شويه، بس مستحيل اقدر اكملها، لان هذا حدي وهاي طاقتي الاستيعابيه. بعد ما اقدر اكمل هاي حمامه وحده وشويه تمن، بس مستحيل اقدر اكملها بهذا الوقت، لان نسبه الدهون اللي بالحمام كلش عاليه. اوكي، خسرت بهذا التحدي يا ابطال ابي ابراز، وهسه راح اتعاقب، لازم اهلهل قدام الكاميرا وانا ما اعرف اهلهل. ويلا بعد هو عقاب. اوكي، مثل ما شفتوا يا طالع ابراز، خسرت بهذا التحدي اللي هو تحدي 5 كيلوات كبسة حمام. اكلت 9 حمامات وتقريبا 3/4 كيلو تمن او اكثر،
اشكركم على المشاهده، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه اللي ما مشتركين بعدهم، وكتبوا لي بالتعليقات شو التحديات اللي تردون اسوي لكم اياها بالفيديوهات الجايه. التقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.